بعد شكاوى كثيرة وردت من المستخدمين إليها بشأن ارتفاع درجة حرارة جهازها الجديد آيفون 15 بشكل مفرط، خرجت شركة أبل الأمريكية عن صمتها وكشفت السبب. جملة من العوامل تقف خلف ارتفاع حرارة الجهاز كشفتها أبل، من بينها وجود خلل برمجي في نظام التشغيل iOS 17 وزيادة نشاط التطبيقات في الخلفية، ومشكلة ببعض التحديثات الأخيرة لتطبيقات الطرف الثالث مثل إنستغرام وأسفلت 9 وأوبر التي تؤدي إلى زيادة التحميل على وحدة المعالجة المركزية في الأجهزة، ما يتسبب في ارتفاع درجة الحرارة. وبخلاف الشائعات، نفت الشركة أن يكون إطار الهواتف الجديد المصنوع من التيتانيوم والمواد الداخلية المصنوعة من الألومنيوم سبب المشكلة، ذلك لأن هذه المواد تبدد الحرارة. أبل وعدت بمعالجة ارتفاع حرارة أجهزتها في التحديث الجديد لنظام التشغيل دون تحديد موعد ظهوره.